خلال جولته التفقدية، رئيس الوزراء يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها الدولية وينفي تباطؤ برنامج الطروحات. الحوار الوطني يعلن انطلاق فعالياته الأربعاء المقبل مع التأكيد على عدم وجود خطوط حمراء في الجلسات. المبعوث الأممي للسودان يعلن انفتاح طرفي النزاع على إجراء محادثات ويشير إلى ترشيحهما ممثلين عنهما في المفاوضات المرتقبة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دولية، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للحفاظ على التزاماتها. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، أكد مدبولي أن الدولة المصرية شغلها الشاغل هو الصناعة والزراعة. تفقدنا ثلاث مصانع كبار، الثلاث مصانع دول الشيء اللي يدعو للسعادة والفخر إن هم طبعاً مش فقط ان هم بينتجوا للسوق المحلي وده هدف مهم جدا، ولكن ايضا جزء كبير جدا من انتاجهم بيبقى الغرض التصدير، وده في ضوء التوجه الكبير جدا اللي الحكومه حريص عليه واللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اكدوا ان الدوله المصريه في الفتره دي شغلها الشاغل واولويتها الاولى قطاعات الانتاجيه زي الصناعه والزراعه. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة أقرت المرحلة السادسة من رد أعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه. وأشار مدبولي إن خلال الفترة القادمة سيتم تغطية كل أعباء الصادرات. أقرينا مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات أو الأرقام المتأخرة للأعباء الصادرات، ودي هتبقى بقيمة 10 مليار جنيه هنتيحها في خلال الفترة الجاية على طول علشان تغطي القيم الدعم الصادرات للشحنات اللي قام بيها المصنعين والمصدرين لغاية 31 ديسمبر من العام الماضي 22. دي تعتبر كده المرحلة السادسة من رد الأعباء المتأخرة. وأكد مدبولي أن زيادة الصادرات هي مسألة أمن قومي لمصر ويأتي على رأس اهتماماتها. وأشار إلى أن هناك برنامجا لثلاث سنوات بقيمة 30 مليار جنيه. الحكومة الحقيقة عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد هيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم، وهو أن هيبقى عندنا برنامج وده تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية، هيبقى لمدة 3 سنوات بضوابط محددة ثابتة، ويمكن حطينا أول عام منه العام 23-24 ما يقرب من أو 30 مليار جنيه دعم صادرات، على الرغم من الأزمة الكبيرة جدا اللي العالم كله بيمر فيها واللي حضراتكم عارفين بالتأكيد مصر النهاردة وكل تركيزنا على ترشيد الإنفاق وإن إحنا إزاي نحافظ على انضباط الموازنة، ولكن كان التأكيد أن قضية دعم الصادرات وزيادة صادراتنا دي قضية أمن قومي. وعن القطاع الزراعي، أكد مدبولي أن الدولة تعمل على تحفيز الفلاح على زراعة محاصيل استراتيجية. وأشار إلى أنه تم رفع حافز توريد الدب القمح من 1250 جنيه إلى 1500 جنيه. عشان نبدأ نشجع ونحفز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية ابتدينا نتكلم على موضوع الزراعات التعاقدية وإن احنا نلتزم كدولة بأرقام محددة. ويمكن آخر شيء مهم جدا أن أنا حابب أقوله هو اللي حضراتكم أكيد تابعتوه برفع يعني حافز توريد الأردب من القمح من 1250 اللي كان مقر إلى 1500 جنيه. احنا النهاردة فقط الدولة المصرية مخصصة 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي.
كما بعث رئيس الوزراء بتحية للقوات المسلحة التي بفضلها تجنبت مصر اضطرابات شديدة وصعبة، مشددا على ضرورة وقوف المصريين جميعا ضد محاولات التشكيك في الدولة وفي مؤسساتها. وطلب رئيس الوزراء المواطنين بضرورة التركيز على بناء الدولة والعمل للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجه العالم. أرجو أن احنا نقف كلنا كمصريين وننظر إلى ما يحدث حولنا. ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن اللي احنا موجودين فيها. وعايز هنا أقف وأحيي قواتنا المسلحة. هذه الدولة ربنا منعم عليها بالاستقرار والأمن بسبب هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية اللي ما عندهاش أي مصلحة ولا أي أهواء ولا أي انتماءات إلا للوطن. وأعتقد لو بصينا برضو حوالينا من غير ذكر أي أسماء بنشوف مدى إن نتيجة لأن قوة هذه المؤسسة في مصر وقدرتها إنها تحفظ أمن هذه الدولة. الحمد لله مصر بتتجنب اضطرابات شديدة كانت ممكن تبقى نموذج احنا تبقى عندنا، واصعب بكتير في دولة فيها 100 مليون واكتر. ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، تصريحات رئيس الوزراء اليوم يعني شملت ملفات في غاية الأهمية من ابرزها الحماية الاجتماعية ودعم الصناعة. قراءتك لهذه التصريحات؟ مساء الخير لحضراتكم. طبعا النهارده دولة رئيس الوزراء قام بعدد كبير جدا من التوضيحات لما يشغل الرأي العام المصري. دولة رئيس الوزراء النهاردة بعد جولة كبيرة جدا في عدد من المصانع بيؤكد حرص الحكومة على كيفية تنفيذ متطلبات القطاع الخاص والمراجعة الدقيقة منه بنفسه بشخصه، ان يكون يعني كما تحدث من قبل ان هو بيكون فاتح ابواب الاستثمار على مصراعيه بتنفيذات وتوجيهات من فخامة الرئيس. النهارده شفنا الجولة فعلا، ثم بعد ذلك المؤتمر الصحفي اللي هو تحدث فيه محادثة فعلا في غاية الأهمية لعدد من الموضوعات، منها الحماية الاجتماعية وقد ايه تحدث بصراحة دولة رئيس الوزراء ان مظلة الحماية الاجتماعية اللي هي بتكلف الموازنة النهارده اكتر من 530 مليار جنيه في الموازنة اللي هي 23-24 يعني العام القادم، ده بتؤثر على الاوضاع الاستثماريه، يعني اللي هو المستقطعات الماليه دي اللي بتضافها للحمايه الاجتماعيه بتاثر على الاستثمارات، ولكن الدوله بتركز على هذا الامر نظرا للتداعيات الاقتصاديه العالميه وارتفاع التضخم وحرص السيد الرئيس على قد ايه يكون يحفظ المجتمع والاسر المصريه من الارتفاع الكبير جدا في مؤشرات التضخم، وايضا يقدم ما مستطاع من الموازنه العامه للدوله ليكون دعم للاسر. ده جانب. الجانب الآخر تحدث عن شق هام جدا في الأوضاع الاقتصادية، الملفات الاقتصادية إزاي النهاردة يكون في إقرار لمرحلة يعني تعتبر السادسة في دعم الصادرات، وأيضا كيفية دعم المزارع المصري، وده شق أو قطاع أو قضية في غاية الأهمية لتوجيه الاقتصاد للزراعة وأيضا المحاصيل الاستراتيجية. تكلم كمان أيضا إن هو بيتابع بنفسه وهيترأس لجنة يعني الرخصة الذهبية خلال الأسبوع الحالي للموافقة على عدد كبير جدا. توضح كمان دولة رئيس الوزراء بشرح إن هو هيكون تأثير المدة في الموافقات بين الأجهزة كلها من طبعا من شهور لأسبوع، وهذا في غاية الأهمية كلها للمصنعين. ده يعني تحدث النهارده دولة رئيس الوزراء بالأمانة حديث في غاية الأهمية اعتقد للجانب الاقتصادي. طب هناك ايضا حديث يعني حديث اخر له عما اثير بشان برامج الطروحات، مدى قدره الدوله على سداد التزاماتها، الى اي مدى بيسهم تفنيد الشائعات بشكل يعني متواصل في اعطاء الصوره الصحيحه للمشهد المصري؟ بكل تاكيد اولا دوله رئيس الوزراء النهارده توقف في نقطتين في غايه الاهميه، واحد محاربه الشائعات وان الحكومه لن تتخاذل عن يعني الاستراتيجيه والهدف الاساسي اللي وضعته منذ يعني تبني برنامج اصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والجانب الاخر ان هو فسر ان البرنامج ده ليه زي ما تحدث ووعد خلال الفتره الماضيه ان هو هيكون شغال من
اعتبارا من بدايه العام 23 حتى الربع الاول لعام 24، وحتى ذكر ان الحكومه والقوات المسلحه بقطاعاتها الاستثماريه هتطرح 10 شركات في يعني في الاستثمار والاقتراحات. نعم. وان هو فعلا ان الصندوق السيادي المصري بينتهج نهج للاسراع في عمليه التنفيذ لبعض من الطروحات، وايضا البنك المركزي بصفته هو الذي يولي يعني المراجعه ما بين الجهاز المصرفي في عدد من البنوك بيتم طرحها او المفاوضات عليها ومناقشتها. فعلا فخامه دوله رئيس الوزراء قال بان فخامه الرئيس مراجع دايما ويعني متابع دايما لبرنامج الاصلاح الاقتصادي للوفاء بعهودنا، وان مصر لن تتخلف عن سداد اي اقساط. وذكر دوله رئيس الوزراء كمان الاشاعات حوالين بعض من الاقاويل في التصنيف الائتماني لمصر والتقارير وكيفية مراجعتها. وأعتقد ده يا فندم هو الشغل الشاغل ما بين المجتمع المصري وأيضا ما بين الخبراء الاقتصاديين، الحكومة ملتزمة ولا لا، أو إن في منهجية بالتأكيد فعلا إحنا ماشيين فيها ولا لا. نعم فضل. بالتأكيد دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تفقد عددا من المشروعات الاستثمارية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهلها بتفقد مصنع شركة الجي للإلكترونيات مصر. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وخاصة في مجال الصناعة، باعتباره دعامة مهمة للاقتصاد المصري. وفي إطار جولته بمدينة العاشر من رمضان، تفقد رئيس الوزراء أحد مصانع شركة إس آي وايرنج سيستمز إيجيبت المتخصصة في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات بكافة أنواعها، وهي إحدى شركات سوميتومو اليابانية التي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم. وأشاد مدبولي بنجاح هذه السلسلة من المصانع للشركة وبما وفرته من فرص عمل، مؤكدا تقديم الدعم والمساندة الكاملين لمثل هذه الاستثمارات. وخلال تفقده للمصنع اطمأن رئيس الوزراء على أوضاع العاملين بالمصنع مشيدا بأدائهم.
كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع لوريال القاهرة المتخصص في إنتاج مستحضرات التجميل، وقام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمراحل الإنتاج والتعرف على بعض مكونات المصنع الذي يصدر 85% من المنتجات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة نمو المتوقع 10% سنويا كحد أدنى بحسب بيان مجلس الوزراء. ولمزيد من التفاصيل حول جولة رئيس مجلس الوزراء ينضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية أطلعينا على المزيد عن هذه الجولة لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. نعم، بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لتفقد عدد من المصانع والمشروعات التنموية خاصة في قطاع الصناعة، خاصة يعني مع ما يحظى به هذا القطاع الحيوي من اهتمام رئاسي عن طريق تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذا القطاع الحيوي، وأيضا توفير أحدث التكنولوجيات المتوفرة في هذا القطاع. كانت بداية هذه الجولة مع زيارة عدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان، فكانت البداية مع مصنع خاص بتصنيع الأجهزة الإلكترونية وهو واحد من أكبر المصانع في المنطقة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية بحجم استثمارات يتجاوز 300 مليار دولار، وأيضا يقوم بتصدير أكثر من 50% من منتجاته إلى الخارج. أيضا بعد ذلك جاءت زيارة أخرى لأحد المصانع الخاصة بشركة يابانية متخصصة في صناعة الضفائر الكهربائية، والتي أعلنت من خلال هذه الزيارة أنها ستقوم بافتتاح أكبر مصنع لها في العالم على أرض مدينة العاشر من رمضان في العام المقبل، وذلك بحجم استثمارات تتجاوز 1 مليار يورو سنويا، وأيضا عن طريق أو ستقوم عن طريق هذا المصنع بتوفير 10,000 فرصة عمل من خلال افتتاحات وتوسعات لمشروعاتها على الأراضي المصرية، وبالتحديد المصنع الذي سيكون الأكبر في العالم لهذه الشركة اليابانية. يعني خلال هذه الزيارات في الجزء الأول من الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء أكد على اهتمام الدولة المصرية بدعم القطاع الخاص وأيضا تشجيع الاستثمارات على الأراضي المصرية عن طريق توفير كل سبل الدعم الممكنة وأيضا تقديم الحوافز والتشجيعات للمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وفرص التشغيل وأيضا حجم الصادرات، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية كما أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. فإن الدولة المصرية أيضا تقوم بتقديم وتوفير برنامج لدعم الصادرات بقيمة تتجاوز 30 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة ب8 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي. أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء من خلال الزيارة والمؤتمر الصحفي الذي عقدوا في نهاية هذه الجولة التفقدية على أن الدولة بتقوم بدعم مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري، فإلى جانب قطاع الصناعة هناك أيضا دعم بيتم لقطاع الزراعة عن طريق تشجيع المزارعين لزراعة المحصولات المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال منظومة الزراعة التعاقدية. أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء أنه مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي، أكد على أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر في تقديم أي التزامات مالية دولية. في نهاية الجولة التفقدية زار رئيس مجلس الوزراء مدينة العبور الجديدة، هذه المدينة التي تم إنشاؤها كمجتمع عمراني بأعلى الخدمات التي تقدم والتي يتم توفيرها في هذه المدينة الجديدة، والتي تم إقامتها على مساحة تتجاوز 58,000 فدان، وهي تقع في منطقة استراتيجية وتم ربطها بعدد من الطرق الرئيسية كالطريق الدائري الإقليمي والطريق
الطريق الدائري الأوسطي، وأيضا بيتم تقسيمها لمناطق سكنية ومناطق خدمية ومناطق ترفيهية وأيضا مناطق زراعية، وتم إنشاء فيها عدد كبير من المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي والمتميز وفوق المتوسط، وإسكان يناسب كل الشرائح والطبقات. وهناك أيضا عدد من الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها كبديل للعشوائيات، وأيضا وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. كانت هذه تفاصيل الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء لعدد من المصانع والمشروعات التنموية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان افتتاح الحوار الوطني الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، بما يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين. وأكد المنسق العام للحوار الوطني عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني، لافتا إلى أن اختيار مجلس الأمناء يعكس تمثيل المجتمع المصري والتوازن، مشيرا إلى عدم إصدار أي قوى سياسية أو حزبية بيانا حول رفض الاشتراك في الحوار، بما يشير إلى حالة من الإجماع بشأن الحوار الوطني. وللمزيد ينضم إلينا الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بداية وبعد التحية، ما هي دلالة إعلان المنسق العام للحوار الوطني افتتاح فعاليات الحوار الأربعاء المقبل؟ يعني طبعا الدلالة المهمة أن طبعا الحمد لله احنا انتهينا كمجلس أمناء الحوار الوطني من الإعداد الجيد والمتوازن والدقيق فعاليات الحوار الوطني حتى يخرج بتوصيات قوية ومقترحات لمشروعات قوانين يتم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية الحوار. فطبعا احنا الحمد لله يمكن عدى فترة طويلة بنتلقى يعني كل المقترحات من المواطنين ومن الأحزاب السياسية ومن المؤسسات والنقابات وكل أطياف المجتمع المصري، وصل لنا 196 ألف مقترح تم تقسيمهم إلى ثلاث محاور رئيسية: محور سياسي، محور مجتمعي، محور اقتصادي. وكل محور من المحاور عنده عدد من القضايا غاية في الأهمية. يعني على سبيل المثال المحور السياسي، احنا فيه طبعا موضوع قانون مجلس النواب والشيوخ، قانون مباشر الحقوق السياسية، استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قانون مباشر الحقوق السياسية، تنظيمات العمل الأهلي والنقابات. المحور المجتمعي بتحدث عن قضايا غاية في الأهمية: نعم. التعليم، الصحة، القضية السكانية، أيضا تماسك الأسرة، الهوية والثقافة المصرية، الشباب. برضو المحور الاقتصادي وهو أكثرهم سخونة يتحدث عن التضخم والغلاء، عجز الموازنة والدين العام، الصناعة، الزراعة، السياحة، العدالة الاجتماعية، الاستثمار الداخلي والخارجي، ملكية الدولة. كل هذه القضايا احنا بنتكلم في 17 قضية رئيسية بينبثق منها أكثر من 113 قضية فرعية. طبعا احنا جهزنا للجلسة الافتتاحية إن شاء الله ستعقد يوم الأربعاء 3 مايو، والجلسة دي هيعود عليها كافة أطياف المجتمع المصري. هيبقى طبعا دي احتفالية يعني كبيرة وافتتاحية كبيرة، ثم نبدأ بالجلسات الفعلية لمجلس الأمناء هتبدأ من يوم الأحد 7 مايو، وهيبقى في جلسات بالتوازي. يوم 7 هتبقى في 4 لجان هتشتغل على المحور السياسي، يوم 3 هيبقى 4 جلسات على المحور الاقتصادي، يوم الخميس 4 جلسات على المحور المجتمعي. كل جلسة من الجلسات هيبقى قوامها في حدود 30 مشارك من أصحاب المقترحات اللي مقدمين المقترحات، الأحزاب السياسية، الحركة المدنية، النقابات، أصحاب الخبرة، نعم. الحكومة إذا ما طلبت أو ما استدعيت. يعني هيبقى طبعا جلسة حوارية غاية في الأهمية، كل واحد هيجد بدلوه في مقترح لحل قضية من القضايا، سواء مشروع قانون أو قرار تنفيذي. طبعا إن شاء الله كلنا أمل أن تخرج الحوار الوطني بمجموعة توصيات جادة ومهمة تساهم في يعني إصلاح وبناء الجمهورية الجديدة اللي يعني أرسم مبادئها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أشكرك شكرا جزيلا الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينغ داو للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في السودان. استعرض الجانبان خلال الاتصال الجهود المبذولة من أجل تعزيز ودعم التواصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيسا على المبادرة المصرية الجنوب السودانية التي تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سلفا كير في 16 من إبريل الجاري. من جانبه أكد شكري أن مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين. تتابع وزارة الخارجية عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان. وتهيب وزارة الخارجية بالمصريين الموجودين في السودان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع المحددة، لافتة إلى تعديل تلك المناطق لتشمل القنصلية العامة المصرية في بور السودان ومعبر قستل ومعبر أرقين. ويأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية نجاح مصر في إجلاء 6399 مواطنا مصريا حتى الآن من السودان منذ بدء الاشتباكات العسكرية هناك. تنفيذا لتوجيهات رئيس السيسي يتواصل العمل بمعبر أرقين الحدودي لتسهيل عبور العائدين من السودان من المصريين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة. وللمزيد ينضم إلينا من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. رامي، أطلعنا على الصورة لديك الآن بعد أن أتمت مصر إجلاء 6399 مواطنا. تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان، ويشهد المعبر في هذا التوقيت خلال هذا اليوم حالة من السيولة المرورية وأيضا سيولة في استقبال الوافدين خاصة من المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى. نتحدث عن وفود العديد من أصحاب الجنسيات الخاصة بأكثر من 50 دولة قامت بالتنسيق مع السلطات المصرية لإجلاء رعاياها من دولة السودان. ولو تحدثنا منذ قليل كان هناك أفواج من دولة الفلبين مغادرة لمعبر أرقين، ومن بعدها أيضا أفواج لدولة بلغاريا والكثير من أصحاب الجنسيات الأخرى. لو تحدثنا عن الصين وأيضا دول العربية من فلسطين وتونس وأيضا دول شرق آسيا وأيضا دولة فنلندا وقبرص واليونان، هذه أبرز الدول التي مر أصحاب الجنسيات التي تنتمي إليها من معبر أرقين وأيضا معبر قسطل البري. لو تحدثنا عن هذا التنسيق الكبير لهذه البلدان مع السلطات المصرية لإجلاء رعاياهم، هذا بالإضافة إلى ما يقدمه هنا معبر أرقين من خلال خدمات عديدة، خدمات لوجستية وإنسانية واجتماعية وطبية متمثلة في الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، وهو كما يظهر من خلفي الآن وجود عدد من الخيم التابعة للهلال الأحمر والتي يوجد بها عدد من المؤن والمساعدات الطبية والإنسانية، وأيضا يقدم من خلال عربات الإسعاف المتواجدة هنا أيضا في معبر أرقين الإسعافات الأولية والحقائب الطبية عند دخول وقدوم العديد من الوافدين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. ولو تحدثنا أيضا عن قيام عدد من الفرق الطبية المتحركة بتقديم الدعم النفسي وأيضا الاتصال الأسري بكل من هم وفد إلى معبر أرقين سواء مصريين وغيرهم وأسرهم داخل مصر وخارج مصر للاطمئنان عليهم. هذا عن الهلال الأحمر وما يقوم به هنا في معبر أرقين. لو تطرقنا إلى أمر آخر وهو قيام وزارة النقل بالتعاون مع هيئة الموانئ البرية والجافة وأيضا محافظة أسوان في توفير الكثير والعديد من الحافلات والشاحنات لنقل المواطنين إلى أماكن تمركز السيارات، بالاتفاق أيضا مع هيئة السكك الحديدية لتنظيم حركة القطارات القادمة إلى أسوان والذاهبة منها لتيسير على هؤلاء الوافدين الانتقال داخل مصر
مصر إلى جميع الجهات والمقاصد التي يريدونها. ولو تحدثنا أيضا عن الخدمات التي تقدم من زيادة الأطقم الإدارية الخاصة بمعبر أرقين لتسهيل عملية المرور على الوافدين والتحقق من أوراق التوثيق والتأشيرات وغيرها من الخدمات التي تقدم هنا، حتى يصبح معبر أرقين البري بوابة أمل وإنقاذ لجميع الوافدين والقادمين ولمن يرغب إلى القدوم إلى مصر من خلال هذه البوابة. عودة إليك مرة أخرى. نعم، من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. هذا ويشهد معبر قسطلة الحدودي تدفق النازحين من المعارك الدائرة في السودان، حيث يشهد المعبر الحدودي مرور العبارات التي تقل حافلات محملة بالعائلات السودانية عبر النيل إلى داخل الحدود المصرية. أعلنت السلطات السعودية إجلاء 4738 شخصا من بينهم 65 إيرانيا، وذلك ضمن رعاية 96 دولة من السودان. وأشارت السلطات السعودية إلى أن هناك سفينة سعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء من السودان. ومن جانبه قال القائم بأعمال السفارة الصينية في الرياض يان نيهاو، قال إن السفينة التي رست في ميناء جدة أجلت 1100 مواطن صيني على مدار يومين. كما أعلنت وزارة الخارجية اليمنية إجلاء دفعة ثانية من الرعايا اليمنيين في السودان، حيث انطلقت سفينة ركاب من ميناء بور سودان إلى جدة. أعربت دولة فلسطين عن شكرها وتقديرها لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على جميع التسهيلات التي قدمتها في استقبال المواطنين الفلسطينيين العائدين من السودان واحتضانهم وتأمين نقلهم إلى وجهتهم. يأتي ذلك فيما أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السلطات المصرية عملت على تسهيل وصول 200 مواطن فلسطيني إلى معبر رفح قادمين من السودان. هذا وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بجهود مصر في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان، معربا عن تقديره الكبير لهذا العمل الإنساني. كما أكد العسومي أن البرلمان العربي ضد أي تدخل خارجي يزيد من الأزمة في السودان. كما شدد رئيس البرلمان العربي على أن الجهود العربية ستكون بلا شك لمصلحة السودان. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، قال إن قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات. وأشار بيرتس إلى أن الطرفين أقر بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر، مضيفا أن طرفي النزاع رشح ممثلين عنهما للمحادثات التي اقترحت إقامتها إما في مدينة جدة السعودية أو في جوبا بجنوب السودان. هذا ولم يعلن المبعوث الأممي موعدا محددا أو جدولا زمنيا لإجراء المحادثات السودانية السودانية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ما وصفه بالصراع من أجل السلطة في السودان غير مقبول وغير مبرر، مؤكدا أن الشعب السوداني يطمح إلى قيادة سياسية مدنية. وفي تصريح تلفزيوني شدد غوتيريش على ضرورة إنهاء الصراع والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان وعودة البلاد إلى الحوار والاستقرار لتمهيد الطريق نحو الانتقال الديمقراطي. كما نوه غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن السودان وأنها ستعمل جاهدة على توفير الظروف الأمنية الملائمة وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني في ظل الظروف الحالية. I appeal for a ceasefire to take place for at least 3 days
marking the Eid al-Fitr celebrations. هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم تبادلا لإطلاق النار وقذائف مدفعية رغم استمرار الهدنة ومع دخول المعارك في البلاد أسبوعها الثالث. هذا وأعلن الجيش السوداني أن قواته تعمل طبقا لما هو مخطط لها، مضيفا أنه أحبط ما قال إنها محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بالقوة. وفي بيان له أوضح الجيش السوداني أنه يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتمكين الشرطة وبقية أجهزة الدولة السودانية من استئناف عملها وعودة الحياة لطبيعتها في أسرع وقت ممكن، مطالبا قوات الدعم السريع بالتوجه إلى أقرب منطقة عسكرية والانضمام لصفوف القوات المسلحة السودانية. انتهت اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي من اجتماعاتها لمناقشة العديد من القضايا استعدادا لانطلاق الجلسة العامة الرابعة للبرلمان. وناقشت اللجنة السياسة والأمن القومي، أزمة النزاع في السودان، وتوحيد كلمة الشعب السوداني، بالإضافة لمناقشة الأوضاع في الصومال وفي اليمن والملف الليبي وجهود العراق في كسر الجمود في سوريا. عرضت اللجنة كثير من القضايا العربية، منها القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، ومنها كذلك القضايا المتعلقة بالأضرار الطبيعية التي حدثت لبعض الدول العربية مؤخرا. وهنا نشيد بدور دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كان بالتشريعات والقوانين الداعمة للطفل أو حتى بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات لبعض الدول المتضررة. كذلك هناك الكثير من التوصيات التي وضعتها اللجنة سواء كان في هذه المواضيع اللي تطرقت لها أو حتى بالمواضيع والقضايا اللي ناقشناها أيضا سابقا في الاجتماعات اللجان السابقة. اجتمعت اللجنة الاقتصادية للبرلمان العربي. الاجتماع كان فيه شقين، قضايا تخص البرلمان العربي وفي تنظيمها في ميزانيتها في الانفاق داخل البرلمان العربي، وأيضا قضايا تخص اقتصادية تخص العالم العربي. يعني اليوم تم الحديث عن الأزمة الاقتصادية اللي مر بها الوطن العربي، وخاصة تغير في أسعار الصرف، أيضا الأزمة الغذائية الحادة اللي تعصف بالعالم كله نتيجة لكورونا ونتيجة للحرب الأوكرانية الروسية. الكثير من المواضيع التي تم التطرق إليها في اللجنة، وهي أعتقد أنها كلها مواضيع مهمة تتعلق بالأسرة، تتعلق باللغة العربية، التدريس، بالأوضاع الاجتماعية في الوطن العربي، فكلها مواضيع في الحقيقة أخذت الكثير من نقاشات الإخوة والأخوات الأعضاء. وأعتقد أيضا أنه اهتمام اللجنة بهذه المواضيع يعكس إرادة صادقة من الجميع من أجل أن تكون اللجنة في مقدمة اللجان الفاعلة في البرلمان العربي. تحدثنا مطولا عن العنف الأسري، هذه الظاهرة التي أخذت أشكال كبيرة في الوطن العربي والتي تحتاج إلى وقفة حقيقية. شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على ضرورة مراعاة حصة بلاده المائية. وقال الرئيس العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بالعاصمة الإيرانية طهران إن العلاقات بين العراق وإيران ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير، مرحبا بالتطور في العلاقات بين إيران والسعودية. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن بلاده لديها مصالح مشتركة وتسعى لزيادة التبادل التجاري مع العراق. قال مصدر عسكري سوري إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم بصواريخ إسرائيلية استهدفت نقاطا في محيط مدينة حمص وأسقطت بعضها. وأضاف المصدر العسكري أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي أسفر عن إصابة 3 مدنيين واشتعال محطة غاز واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. أوكرانيا تقدم مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العاملة في شرق وجنوب أوكرانيا تمكنت من تدمير مسيرات أوكرانية في خاركيف ودونتسك وزابوريجيا. وفي مدينة سيفاستوبول اشتعلت النيران في خزن وقود في منطقة خليج القوزاق بالمدينة جراء استهداف بطائرة مسيرة أوكرانية. وضع متأزم هذا الذي تمر به أوكرانيا في ظل استمرار العملية العسكرية في وقت تسعى فيه موسكو لمواصلة التقدم والسيطرة على أراض جديدة في ظل محاولات من كييف لاستعادة ما فقدته. على الصعيد الميداني في دونيسك، كشفت مصادر عسكرية روسية أن قواتها تحقق تقدما كبيرا في مدينة مارينكا وفي طريقها للسيطرة عليها. وفي عدة مناطق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العاملة في شرق وجنوب أوكرانيا تمكنت من تدمير مسيرات أوكرانية في خاركوف ودونيسك وزابوريجيا، كما أسفر القصف الروسي عن مقتل عدد من الضباط. من جانبها، حشدت روسيا آلافا من جنود الاحتياط لتعزيز مكاسبها الإقليمية في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث لا تزال تسعى لاستكمال السيطرة على دونباس الحوض الصناعي التاريخي لأوكرانيا. وفي مدينة سيفاستوبول اشتعلت النيران في خزان وقود في منطقة خليج القوزاق بالمدينة جراء استهدافه بطائرة مسيرة أوكرانية. وفي المقابل، تواصل الدول الأعضاء في الناتو وشركاؤها دعم أوكرانيا بدبابات قتالية وآليات مدرعة أخرى، حسبما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ. من جانبه، رحب وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بوصول مدافع سيزار إلى بلاده مرسلة من الدنمارك دون أن يحدد عددها. قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، وصفة تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه غير مقبول. وأضافت الخارجية الأوكرانية أن هذه القيود لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة، مشيرة إلى أن هناك أسسا قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، فضلا عن استمرار الصادرات دون عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. أفادت مصادر حكومية هندية بتوقف وصول توزيعات أرباح بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار لأربع شركات هندية مقابل حصصها في أصول نفطية روسية بسبب مشكلات في المدفوعات ناجمة عن العقوبة الغربية المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. وأشارت مصادر مسؤولة بالحكومة الهندية إلى عدم توفر قنوات مصرفية متاحة لتوزيعة الأرباح التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دولار و 400 مليون دولار منذ العام الماضي بسبب استبعاد روسيا من نظام الدفع العالمي سويفت. نددت وزارة الخارجية الروسية بما اعتبرته انتهاكا صارخا للأعراف الدبلوماسية من جانب السلطات البولندية. ووصفت الخارجية الروسية قيام السلطات البولندية بمصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو بالعمل العدائي، محذرة من عواقب الإجراء. وأكدت موسكو أن هذه الخطوة لن تبقى دون رد وستنعكس على مصالح بولندا في روسيا. حذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الاتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الردع النووي ضد بيونغ يانغ لن يؤدي إلى خطر أكثر فداحة بحسب تعبيرها. وأوضحت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن بلادها مقتنعة بضرورة تعزيز برنامجها للردع النووي، مشيرة إلى أن إصرار سول وواشنطن على إجراء التدريبات المشتركة ونشر المزيد من الأسلحة النووية في المنطقة يدفع بيونغ يانغ للدفاع عن نفسها بصورة أقوى وبما يتناسب مع مستويات التهديد. 조선노동당 중앙위원회 부부장 김여정 동지가 토론했습니다.
ذكرت وزارة الخارجية الأرمينية أن أرمينيا وأذربيجان ستعقدان جولة جديدة من المحادثات في واشنطن غدا لمحاولة تطبيع العلاقات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باتاليان أن وزير خارجية بلادها أرارات ميرزوريان سيكون في واشنطن غدا في زيارة عمل، مشيرة إلى التخطيط للجولة المقبلة من المباحثات بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين لمناقشة أزمة جيب ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يتضمن رسما بيانيا بعنوان سيناء أرض الفيروز أين كانت وكيف أصبحت، وذلك لتسليط الضوء على الطفرة الحقيقية والإنجازات في كافة قطاعات التنمية في سيناء ومدن القناة بما يدعو للفخر، وذلك بعد 8 سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء. واستعرض التقرير الرؤية الدولية للتنمية في سيناء، حيث تم تسجيل محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة في العالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكونها تعد مصدرا هاما لمياه الري وحلا فعالا لدعم الزراعة بمنطقة سيناء. وأوضح التقرير جهود الدولة في إطلاق المشروعات الاستثمارية والصناعية لتنمية سيناء ومدن القناة، حيث بلغت الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء أكثر من 15 ضعفاً مسجلة 73.3 مليار جنيه عام 2022-2023. تتواصل الاحتفالات بمدينة العريش بشمال سيناء احتفالا بذكرى تحرير سيناء، ومعنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس من مدينة العريش. كريم، بعد التحية وأنت في الجزء الأغلى من أرض الوطن سيناء، ضعنا في الصورة لديك الآن. نعم، تحياتي إليكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل نحن في الجزء الأغلى، هنا عادت الأرض بعد تضحيات غالية جدا من جنود القوات المسلحة وأهالي سيناء في حرب أكتوبر المجيدة وتلتها معركة دبلوماسية عاد فيها آخر شبر من الأرض. هذه الاحتفالات استمروا منذ 25 من إبريل وحتى غدا بالفعل في جميع القطاعات. الاحتفالات لا تقتصر على فقط الاحتفالات الفلكلورية أو حتى الاحتفالات الغنائية فرحا بتحرير الأرض والنصر، ولكن أيضا شملت هذه الاحتفالات العديد من الافتتاحات المختلفة في شتى المجالات. ولكن نتحدث بداية عن اليوم. تزامن اليوم مع احتفالات عيد تحرير سيناء افتتاح الموسم الخاص بصيد الأسماك في بحيرة البردويل. هذه البحيرة أيضا من أهم البحيرات، ربما من ثاني أكبر بحيرة في مصر والأهم في شمال سيناء بعد انقطاع دامت تقريبا 3 أو 4 أشهر. هذا الانقطاع يهدف في حقيقة الأمر إلى يعني زيادة الجزء الاستراتيجي الخاص بالثروة السمكية داخل هذه البحيرة عن طريق زيادة أحجام هذه الأسماك بقلة الصيد، وأيضا تنظيف وتطوير خاص بهذه البحيرة. انطلقت اليوم المراكب بحثا عن رزقها وتستمر حتى آخر العام. هذه ربما من أهم الأحداث اليوم التي حدثت في ذكرى أيضا الاحتفالات المختلفة بشمال سيناء. ولكن على مدار الأيام السابقة شهدنا أيضا تنمية كبيرة في شتى القطاعات، سواء في العريش أو الشيخ زويد أو حتى بئر العبد أو في الروضة تحديدا في بئر العبد، إما بافتتاح مراكز للشباب، مراكز شباب للرياضة، الرياضات المختلفة، أو حتى تطوير بعض مراكز الشباب، بالإضافة أيضا لبعض يعني مبادرات التنمية المجتمعية لسيدات شمال سيناء وأيضا للرجال والأطفال، والتوعية باختلاف المهارات للتعامل مع مشكلات الحياة. بالإضافة لذلك أيضا بعض المجالات الخاصة بالإسكان عن طريق إنشاء بالفعل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة وتجديد الواجهات الخاصة بالعمارات في المساعيد على سبيل المثال، وأيضا افتتاح محطات لتحلية المياه في الشيخ زويد، وأيضا تجديد وفتح يعني مرحلة جديدة في محطة تحلية مياه بالعريش،
أيضا محطات للكهرباء بهدف القضاء على فكرة التناوب داخل شمال سيناء، تناوب في الكهرباء، وأيضا بعد القضاء على فكرة التناوب الذي تم بالفعل سيكون هناك فائض كبير في هذه الكهرباء التي ستساعد الاستثمارات المختلفة التي ستدخل أرض سيناء أو أرض يعني شمال سيناء تحديدا، فائض كهرباء وفائض من المياه ليساعد على هذه الاستثمارات. أيضا بالإضافة لذلك تحدثنا مع الأهالي في مختلف هذه المدن والقرى داخل شمال سيناء وأعربوا عن فرحتهم بعودة الحياة لطبيعتها لشمال سيناء خصوصا بعد القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والأمان داخل سيناء. شكرا لك جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العريش. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزار. شكرا صحر وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة من شاشة القناة الأولى. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإمكانيات للاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 37.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 98.7%. كما أظهرت البيانات بلوغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار خلال عام 2022، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 260.8 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان نحو 888.5 مليون دولار خلال عام 2022. أعلنت محافظة سوهاج عن انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية للعام الجاري 2023 بعد انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الأقماح الجديدة بصوامع وشؤون المحافظة. هذا وقد رفعت المحافظة السعة التخزينية للأقماح في هذا العام لتبلغ 152,000 طن، بينما قامت الحكومة بزيادة أسعار توريد أردب القمح في هذا العام ليتجاوز الأسعار العالمية للقمح، حيث وصل سعر توريد أردب القمح هذا العام 1500 جنيه مع صرف المخصصات المالية للمزارعين والموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول. بالنسبة للأسعار الحمد لله أسعار السنة دي محددها الوزارة أسعار ممتازة بزيادة قدرها 70% عن العام الماضي، الدرجة 23.5 ب1500 جنيه، وطبعا إن شاء الله موسم خير على الشركة وعلى مصر بصفة عامة إن شاء الله، والحمد لله طبعا الموسم خير والإنتاجية عالية الحمد لله. تم الاستعداد الشامل للموقع عن طريق أعمال النظافة والتبخير للصوامع وتجهيز لجنة الاستلام وفتح الموقع بمحاضر فتح للاستلام الأقماح المحلية وجاري الاستلام من الموردين، والأمور منتظمة والتوريد إن شاء الله بإذن الله يكون مبشر إن شاء الله، الاستلام شامل إن شاء الله بإذن الله وفقا للقرارات الوزارية المنظمة اعتبارا من ميعاد فتح موسم الجمح المحلي حتى يوم حتى يوم 30/8 إن شاء الله بإذن الله. توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يصل محصول الحبوب للعام الحالي إلى 55.1 مليون طن بزيادة تصل إلى 62% عن العام الماضي. هذا وقد أوضحت الوزارة أنها تتوقع حصاد 92.9 مليون طن من القمح اللين و 1.18 مليون طن من القمح الصلد و 1.35 مليون طن من الشعير. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها الرسمية بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام وفي الوقت ذاته زيادة الطلب على الوقود. هذا وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.5% إلى $79.54 للبرميل،
أما خام غرب تكساس الوسيط فزاد هو الآخر بما نسبته 2.7% ليصل وتصل قيمته إلى 76 دولار و78 سنتا للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت العالميين هي الأخرى أيضا بما نسبته 92% لتصل إلى 2.37 دولار للتر. وارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.34% لتسجل 2.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال كلاوديو ديسكالاتسي الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية إيني قال إنه لا يتوقع حدوث أي صدمات كبيرة في أسواق الطاقة في هذا العام. أضاف ديسكالاتسي أن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريبا بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية والعقود الجديدة مع عدد من الدول الإفريقية. كانت إيني الإيطالية قد أعلنت أن صافي ربحها في هذا الربع الأول من العام الجاري هبط بنسبة 11% على أساس سنوي بسبب تراجع أسعار النفط والغاز. أكد رئيس الوزراء اليوناني كارياكوس ميتسوتاكاس أن حكومته اتخذت خطوات مهمة لخفض الدين الوطني وجذب الاستثمارات وخلق وظائف جديدة ودعم الأسر، وأن البلاد تحتاج إلى البقاء على هذا المسار لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. أكد رئيس الوزراء اليوناني أن التضخم ليس ظاهرة يونانية فقط وهناك ضغوط يعاني منها المواطنون، مشيرا إلى أن الحكومة دعمتهم من خلال خلق حيز مالي جديد. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى مع دينا وسحر. شكرا لك مصطفى مزار. وبهذه الأخبار انتهت نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. خلال جولته التفقدية، رئيس الوزراء يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها الدولية وينفي تباطؤ برنامج الطروحات. الحوار الوطني يعلن انطلاق فعالياته الأربعاء المقبل مع التأكيد على عدم وجود خطوط حمراء في المناقشات. المبعوث الأممي للسودان يعلن انفتاح طرفي النزاع على إجراء محادثات ويشير إلى ترشيحهما ممثلين عن الحكومات المرتقبة. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.